اليوم احنا موجودين في مطعم بي بلس في فور سيزن البحرين عشان نجرب اشهى واجدد الاطباق البحريه بالاضافه الى اشهى الاطباق من المطبخ اللبناني. تفاصيل في هذا التقرير. فشف احنا اليوم يعني نتكلم عن اطباق حلوه وجديده نازله على بي بلس، خصوصا البحري اللي ما كان موجود منذ الافتتاح. قبل سنه ما كان موجود بحري، وهالمره صحيح. البحري موجود. فانا اشوف هني سيباس وهناك سلمون والجامبو برونز. عطنا بريف سريع شف عن اجدد طبعًا. الاطباق اليوم اللي نازله على المنيو. طبعا نحن نزلنا اول شيء السالمون سالاد مع البرونز والسايترس دريسنج، كثير ريفرشينج. وهذا ستارتر بيكون سالمون سالاد. عندنا الجامبو برونز البلاك تايجر مع الجريلد فيجيتابلز، كمان طبق كثير طيب. عندنا السبيشال هو السيباس، سيباس مع الطاجن صوص رائع. هذا رائع، لازم تجربه جاسم. صوص الطحينه مع الخبز الاونيونز والسيباس المشوي، فاكيد بيعجبك. لو بنتكلم شيف يعني عن الابيتايزرز الموجوده، اتوقع ان في اطباق جديده بعد بتنزلونها المفروض هالسنه. صحيح جاسم، عندنا المقبلات الجديده، عندنا الشمندر مطبل شمندر، هاي مطبل شمندر، واللي صوبه هو السجق مقبلات ساخنه، السجق مع صلصه الطماطم، بيجي شوي سبايسي بس كثير طيب. طبعا شيف المقبلات انا اشوف يعني سبع اصناف، هاي الكولد مزه المفروض. صحيح، هذا السيجنتشر بلاتر تبعنا الكولد مازا بلاتر، هو ميكس فرايتيز من كل الكولد مازا اللي عنا اياهم. في البامكن تبل، بيتروت، الورق عنب، تبوله، حمص وبيجي على الثلج بضل بارد، وهذا الصحن لشخصين او اكثر ممكن يكون. كمان عندنا الميكس جريل اللي هو كمان اور سيجنتشر اور ستار ايتم البيست سيلر. الصحن المشاول المعترف عليه بس اكيد مستعمل فيري هاي كواليتي اوف لامب وبيف والدجاج واللحم. اطباق لذيذه شيف، الامانه تشهي. شكرا جزيلا على البريف السريع. اهلا وسهلا فيك جاسم، بدي اياك بس تقعد هلا وتستمتع بالاطلاله الحلوه على البحر والسيتي فيو والطقس الحلو اكيد، فحياك والف صحه.